الاستاذ اشرف عويسي. شريك جريمة يعني. مساء الخير. بس انا يعني انا حابب اكد على نقطة مهمة جدا انا نفسي ادركتها واحنا بنعيد ترتيب مشروع محمد ابراهيم طه وبنعيد نشره تاني من البداية. في جزء مهم جدا من عالم محمد ابراهيم طه المدهش والجميل حيظل مفقود عند اي قارئ لا يقرأ مشروع محمد ابراهيم طه بشكل كامل مرتب من بداية صدوره الى هذه اللحظة. انا قاري كل شغل محمد، ولما جينا نعيد ترتيب الشغل فقريت الشغل مرتب فاكتشفت انه في جمال كبير جدا انا نفسي كنت مفتقد وانا بقرأ. ففي جزء عند محمد حيظل مفقود تماما من الجمال الى ان يقرأ بشكل كامل ومرتب. انا باكد على نقطة مهمة جدا لانه انا كنت مبسوط واحنا بنعيد نشر المشروع بهذا الشكل. اللي اتقال في الروايه دي انه محمد بيقول جزء من حدث وبعدين بيكمله. محمد حد عنده مشروع متكامل. انا شخصيا بخمن انه واعي بيه من البدايه، يعني محمد عنده لوحه مكتمله لمشروعه وهو متصوره في دماغه كويس جدا، وهو عارف امتى يكتب العمل ده ويحطه فين عشان بعد كده اللوحه دي تكمل. وانا بقرا شغل محمد كل شويه بلاقي جزء بيبان جزء بيبان جزء بيبان، فبتكتشف ان انت قدام عالم محمد. مش بس في الروايه دي بس، محمد هتلاقي عنده شخصيه في اول مجموعه قصصيه بتلاقي امتدادها في روايه بلعب بعد عند كده بخمس سنين. حدث موجود في قصه قصيره في مجموعه قصصيه هتلاقي الحدث ده بيكتمل وبينمو وشخصياته بتظهر بوضوح في روايه كتبت بعدها بعشر سنين. فدي قدره عاليه جدا على انه كاتب عارف هو بيعمل ايه، ماسك ادواته كويس، احداثه كويس، شخوصه كويس، العالم اللي هو شغال عليه، وزي ما يكون بيحركهم كده زي عرس ماريونيت، عارف هيحرك دي امتى وهتظهر امتى وهتختفي امتى. الروايه دي بالتحديد انا شخصيا معجب بباب الدنيا جدا جدا، وشايف انها علامه مضيئه قوي في عالم محمد ابراهيم طه. ربما في اهميتها دي ممكن تكون اجمل، لكن في اهميه باب الدنيا في مشوار محمد ابراهيم طه لا، باب الدنيا علامه هتظل مختلفه وفارقه في مشروع محمد ابراهيم طه. بالعكس يمكن لها صدى كبير جدا موجود جوه الروايه دي، بمعنى انه المنطقه اللي اشار ليها الدكتور يسري اللي هو بتحصل في حالات الصرع، اللي هو المنطقه دي فين، حصلت ولا ما حصلتش، طب ايه اللي ناقص، دي المنطقه اللي بيبدا بيها محمد ابراهيم طه روايه باب الدنيا. الطبيب اللي بيحصل له ازمه وهو جوه المستشفى فبيدخلوه العمليه، فاستاذ بيقول له ده انا رجعتك من جوه، وبيفضل طول الروايه هو عنده هاجس، هو انا مت ورجعت ولا ما متش، طب هو ده حصل ولا ما حصلش، طب انا اللي شفته كان هناك ولا هنا. الهاجس ده هو اللي بقى ممتد بشكل واضح ومكتمل في الروايه الجديده. الشغل الصوفي بدا عنده بقوه في باب الدنيا، ربما هنا اكثر صفاء لكن هناك اكثر زخمه في باب الدنيا. الروايه فيها تفاصيل كتيره جدا زي ما الاستاذه قالت، انا مش شايف انه مشغول باسئله كبيره قوي زي اللي قالها صديقنا العزيز مجدي خالص. الروايه مشغوله بجمالها ومشغوله بتفاصيل بسيطه جدا، هو مستمتع وهو بيكتبها اكتر ما هو مشغول انها تمتع الناس وهي بتقرا. ومفيش حاجه مجانيه حتى ولو اسم صغير، مسجد البحر او جامع البحر. اشمعنى جامع البحر؟ طيب البحر من الاماكن المهمه اللي ليها دلاله في عالم الصوفيه. برافو عليك. واكبر منطقه ممكن يوصل ليها الصوفي لما يتجلى قدرته على المشي على الميه. طيب جامع البحر ده جامع ما فيهوش ميه، المقابل ايه؟ البحر. لا، المشهد العنقودي اللي خلاهم طلعوا لفوق، هم بيمشوا على الميه. لا، ده هم صعدوا لفوق لان هنا مفيش ميه، فده البديل. هو عامل مقابلات لمشاهد الصوفية بشكل خاص جدا وبنسيج ما اتعملش قبل كده. مش ده المشهد الوحيد، يعني في مشاهد كتير جدا لما تيجي ترجع لها تلاقيها لا ده هو مشهد صوفي بس هو عمله بنسيج خاص بيه. احنا طبعا يعني انا ومحمد شغالين على رواية مش وهي مكتوبة،
احنا بنتكلم فيها من وهي لسه فكره عنده. فانا ومحمد العلاقه بيننا يعني بعيدا عن مساله انه انا الناشر يعني احنا اصدقاء واحنا افكارنا قريبه من بعض وروحنا قريبه من بعض، فبنقعد نتكلم وكاننا بنكمل لبعض الكلام واحنا موجودين يعني. فانا مبسوط جدا بالروايه ومبسوط جدا بمشروع محمد ابراهيم طه، وطبعا سعيد جدا انه يكون موجود بشكل متكامل في دار النسيم دي، حاجه تبسطني، وان شاء الله احنا مع بعض دايما. مبروك.